خلونا نعرف ما سيحدث اليوم بمشيئة المولى عز وجل، لأن في فعاليات كتيرة قوي هتحصل النهاردة، يمكن أبرزها إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية. أيضا نتعرف مع بعض على أبرز وأهم المباريات اللي هتتلعب النهاردة في دوري أبطال أفريقيا والدوري الإنجليزي. بخصوص الأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هتجري وزارة الداخلية قرعة الحج، وقررت الوزارة البدء في إجراءات القرعة في مديريات الأمن على مستوى الجمهورية في إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم قرعة الحج السنة دي بداية من يوم 11 مارس والمدة 5 أيام. النهاردة هيكون ختام فعاليات معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية في القاهرة الجديدة، وهيتم استقبال الزوار من الساعة 10 الصبح لحد الساعة 10 بالليل، وبتقام النسخة الحالية من معرض ديارنا للحرف اليدوية تحت شعار مصر بتتكلم حرفي، وعلى مساحة أكتر من 2800 متر مربع، وبمشاركة أكتر من 400 عارض بيمثلوا 20 محافظة للترويج لحرفهم اليدوية الأصيلة. النهاردة لعشاق الكرة الإفريقية هيكون معادهم مع 3 مباريات قوية في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. فريق النادي الأهلي هيواجه سان داونز الجنوب إفريقي الساعة 3 العصر، وهيلتقي الوداد المغربي مع بيترو أتلتيكو الأنجولي الساعة 6 بالليل، وشبيبة القبائل الجزائري هيلتقي مع فيتا كلوب الكونغولي الساعة 9. النهارده لعشاق الدوري الانجليزي هيكون معادهم مع 6 مباريات قويه في اطار الجوله 27 من عمر المسابقه، اهمها لقاء ليفربول مع بورنموث الساعه 2:30 الظهر، وليستر سيتي مع تشيلسي الساعه 5 العصر، ومانشستر سيتي هيواجه كريستال بالاس الساعه 7:30 بالليل.